للمتابعة ينضم إلينا من أسطنبول مراسلنا علام مصبحات. علام، مزيد من التفاصيل حول هذه المذكرات وحملات الاعتقال. نعم، هذه الحملات طبعا هي حملات متواصلة تتم بشكل شبه يومي في تركيا تقريبا على الأقل منذ العام 2016 منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة. اليوم الحملة شملت 34 ولاية تركية، مركزها كان مدينة اسطنبول، والقرار صدر عن الادعاء العام في مدينة اسطنبول وشمل 132 شخصا، ممن طبعا من العسكريين في الجيش التركي، معظمهم من العاملين في الجيش التركي، وعدد منهم ممن اما تقاعدوا او فصلوا من الجيش بسبب شبهة العلاقة بجماعة فتح الله جولان. وبالتالي الاعتقالات التي تمت اليوم هي بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة هي جماعة فتح الله جولان، وهي الجماعة التي تصنف رسميا في تركيا على أنها منظمة إرهابية، وتتهمها أنقرة بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة في صيف العام 2016. وتأتي بعد أن يعني بعد عدة حملات تمت يوم أمس على سبيل المثال، شملت تقريبا 130 ايضا عسكريا، بمعظمهم يعني معظم من تم اعتقالهم يوم امس ايضا هم من العسكريين، وعدد منهم من الضباط الحاليين والسابقين، وايضا بنفس التهم. وشملت تلك الحمله ايضا عدد كبير من الولايات، وكان مركزها العاصمه التركيه انقره ومدينه اسطنبول ومدينه ازمير. هذه الحملات هي تاتي في اطار ما تقول السلطات التركيه انه محاربة جماعة فتح الله جولان، وكما تسميها أو تصفها بالدولة الموازية داخل مؤسسات البلاد. الحملات والاعتقالات تتركز تحديدا في مؤسستي الجيش والتعليم ومؤسسة القضاء بشكل عام، وتقول السلطات التركية إنها ماضية في هذه الحملات حتى القضاء على كل نفوذ جماعة فتح الله جولان داخل المؤسسات في البلاد. على الطرف الآخر هناك من ينتقد مثل هذه الحملات، نتحدث هنا عن المعارضة السياسية في البلاد التي تقول إن هذه الحملات خرجت من إطار محاربة من شاركوا في المحاولة الانقلابية الفاشلة لتصل إلى الخصوم السياسيين كما تقول المعارضة السياسية. وعلى الطرف الآخر أيضا هناك جماعات حقوقية تركية ودولية أيضا تنتقد مثل هذه الحملات، وتطالب السلطات التركية بالمزيد من الشفافية في حملات الاعتقالات المتكررة التي تحدث بشكل يومي تقريبا هنا في تركيا. ولكن السلطات تقول إن هذه الحملات في إطار محاربة جماعة إرهابية بين قوسين، وهي ماضية وتؤكد على أنها ماضية فيها حتى القضاء على نفوذ جماعة فتح الله جولان. شكرا جزيلا لك من اسطنبول مراسلنا علام مصبحات.